مرحبا بكم في هذه الحلقة وتتابعون فيها قطر تكشف النقاب عن أول ملاعب كأس العالم. ريال مدريد الأعلى في قيمة لاعبي الأندية الإسبانية، وفيراري تحصل على أكبر حصة من أرباح الفورمولا 1. بعد إعادة تأهيله كشفت قطر النقاب عن استاد خليفة الدولي، وهو أول ملعب جاهز لاستضافة كأس العالم 2022 التي ستقام للمرة الأولى في المنطقة، وتتوقع الدوحة قدوم 1,300,000 مشجع لمتابعتها. تم تدشين الملعب الذي أنشئ في العام 76 رسميا بالمباراة النهائية لكأس أمير البلاد بمشاركة الأمير تميم بن حمد آل ثاني. النهائي الذي توج من خلاله السد على حساب الريان كان فرصة لإظهار الملعب بحلته الجديدة قبل نحو 2022 يوما على انطلاق البطولة المقامة للمرة الأولى في المنطقة. هي المرة الثانية التي يخضع فيها الملعب لعملية تأهيل منذ إنشائه، وبات يتسع حاليا ل40,000 متفرج، وسيستضيف المباريات حتى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، وقبل ذلك من المقرر أن يستضيف بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019. أولا استاد خليفة استاد غالي على قلوب القطريين كلهم. استاد خليفة تم إنشاءه في سنة 1976، احتضن بطولة الخليج الرابعة. من ذاك الوقت لين الحين تحدث الملعب مرتين بعدها، هذه الثالث مرة الحين يتحدث الملعب، ولنا الفخر أن استاد خليفة يكون أول ملاعب كأس العالم يجهز، كونه استاد يحمل معاني كثيرة في قلوبنا. طبعا التحديث الأخير زاد عدد المقاعد من 40,000 إلى 48,000، تم إضافة دورين سكاي بوكسز أو كوربريت هوسبيتاليتي اللي هي أجنحة الضيافة، أيضا تم إدخال في تكنولوجيا التبريد، الجيل الثاني من تكنولوجيا التبريد اللي ولله الحمد شفناه يشتغل بكفاءة عالية، ايضا تم ادخال تقنيه LED، اضاءه LED في الملعب، وهي تقنيه جديده للملاعب موجوده في دول اخرى، لكن هو اول استاد يحتضن بطوله كاس العالم تتواجد فيه هذه الاضاءه. شملت عمليه اعاده التاهيل ادراج تقنيه تكييف للتخفيف من حده الطقس خلال بطوله العالم، والتي نقل موعدها استثنائيا إلى شهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر بدلا من الصيف، نظرا للارتفاع القياسي في درجات الحرارة في الخليج خلال الموعد المعتاد. يوفر 500 مخرج دائري دفعا من الهواء البارد في الملعب، سعيا لإبقاء درجات الحرارة فيه بحدود 23 درجة لتوفير الراحة للمشجعين، كما سيتم ضخ المياه المبردة إلى الملعب من مركز تبريد يبعد عنه نحو كيلومتر، على أن تحول بعد وصولها إلى هواء بارد إلى المدرجات. في خلال فترة الشتاء تكون درجات الحرارة معتدلة، ولن يكون هناك حاجة لاستعمال مبردات الهواء، لكن هذه مبردات الهواء ما هياش بس مبردات عشان تعطيك درجات حرارة فقط، ولكنها تعطي الهواء بعد أن فصلت منه أي شوائب عالقة من رمال أو غبار أو أتربة، وإذا كان عندك كمية كبيرة من الناس في مكان معين يعني يجب أن أنت تعطيهم كمية من الهواء النقي، وهذا سوف يكون أول شيء عملته قطر بالنسبة للملاعب، لأن كل الملاعب اللي قبل كده في العالم يعني هم بس بيعتمدوا على الطبيعة من برا، لكن إحنا الحمد لله يعني حاولنا أنه إحنا نعطي شيء جديد ونضيف شيء جديد للعبة. وفي حين لم يقدم أحد المسؤولين أي أرقام حول كلفة إعادة تأهيل الملعب، لكن وزير المالية القطري علي شريف العمادي كان قد أفاد في شهر شباط فبراير الماضي أن بلاده تنفق أسبوعيا 500 مليون دولار في بناء البنية التحتية لكأس العالم، وأن هذه النفقات ستستمر حتى العام 2021. دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في أزمة جديدة بعد الكشف عن تفاصيل عقد اللاعب البرازيلي غابرييل باربوسا الذي انضم لصفوف الفريق في بداية الموسم الجاري،
والتي قدرت بنحو 63 مليونا ونصف المليون يورو، وهي قيمة العقد الحقيقية. وكشفت تفاصيل الصفقة التي شملت حصول الوسيط على 4 ملايين يورو، بجانب أن اللاعب يكلف النادي سنوياً 6 ملايين يورو، وهو الأمر الذي يتنافى مع قانون اللعب المالي النظيف الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا. وبات لزاماً على النادي الإيطالي تقديم ميزانية مع هامش ربح يصل إلى 30 مليون يورو على الأقل قبل نهاية حزيران يونيو المقبل على أقصى تقدير، وإلا سيتم إبعاده عن المشاركات الأوروبية لمدة 2 على الأقل وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي. وسيضطر النادي الإيطالي لبيع عدد من لاعبيه مع تقليص الرواتب، إضافة إلى تقنين عملية الشراء حتى تتناسب الميزانية مع قوانين اللعب المالي النظيف. مع بداية العد التنازلي لانتهاء الموسم الكروي في إسبانيا، نقدم لكم قراءة متأنية عند ترتيب الأندية الإسبانية من حيث قيمة لاعبيها. وفقاً لموقع ترانسفير ماركت المختص، يتواجد ريال مدريد في المركز الأول بقيمة إجمالية للاعبيه وصلت إلى 764 مليون يورو، ليحل برشلونة في المركز الثاني متخلياً عن الريادة لصالح الغريم التقليدي بعد أن انخفضت قيمة جميع نجومه لتصبح 758 مليون يورو، وهو تراجع كان منتظراً بالنظر إلى المردود المتذبذب الذي قدمه البلاوغرانا هذا الموسم على جميع الجبهات، وكذا المستوى المتواضع الذي ظهر به العديد من اللاعبين. ومن خلال استعراض الأرقام يلاحظ جليا السقوط الحر في أسعار عدة لاعبين في البارسا، ويتعلق الأمر بكل من ماسكيرانو الذي تراجعت قيمته من 20 إلى 12 مليون يورو، وجوردي ألبا من 40 إلى 32 مليونا، وراكيتيتش من 50 إلى 45 مليونا، وباكو الكاسير من 30 إلى 20 مليونا، فيما شهدت قيم لقيمة العناصر الأخرى استقرارا ملحوظا رغم تراجع مستوى العديد منها. بالمقابل ارتفعت أسعار كل من رافينيا ودينيس سواريز وأوميتيتي وتيرشتيغان، لتجد صعودا طفيفا لم يكن كافيا ليبقى برشلونة أغلى ناد في إسبانيا على حساب الريال. لا يمكن الحديث عن قيم لاعبي برشلونة دون التوقف عند ثلاثي MSN ميسي سواريز ونيمار، حيث لا يزال سعرهم الأغلى على الإطلاق في إسبانيا، الأمر الذي جعلهم يحفظون ماء وجه الفريق الكتالوني. سعر ميسي يقدر حالياً ب 120 مليون يورو، يليه نيمار ب 100 مليون يورو، ثم سواريز ثالثاً ب 90 مليوناً، الأمر الذي يجعل القيمة الإجمالية لأعضاء مثلث الرعب في الفريق الكتالوني تقدر ب 310 ملايين يورو من أصل 758 مليوناً، الذي تمثل السعر الإجمالي لجميع لاعبي برشلونة. ودع فريق توتنهام ملعبه العريق وايت هارت لين في مباراته ضد مانشستر يونايتد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث سينتقل للعب في ملعب ويمبلي الموسم المقبل 2017-2018 استعداداً لافتتاح ملعبه الجديد في موسم 2018-2019. الوداع لم يكن عادياً، بل رافقه حفل ضخم بعد المباراة بمشاركة لاعبين سابقين واللاعبين الحاليين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية في النادي، إضافة للاعبي أكاديمية النادي، ليكتمل ربط الماضي بالحاضر والمستقبل. وكان توتنهام قد أطلق قبل فترة شعار وداعية ملعبه وايت هارت لين الذي لعب عليه توتنهام لمائة وثمان عشرة سنة، وهو الشعار الذي ظهر على القمصان الخاصة التي ارتداها لاعب الفريق. قام لاعب سبيرز بالتوقيع على قمصان تذكارية من أجل بيعها في مزاد خيري، بالإضافة لقطع تذكارية من وايت هارت لين ليكون ريعها لجمعية توتنهام تيربيو تراست.
وكان متجر النادي قد طرح مشبكا تذكارية بشعار وداعية هارتلين، ويباع بسعر يبدأ من 3 جنيهات استرلينية، سيذهب ريعها كذلك للجمعية التي اختارها النادي لتكون الجمعية المدعومة في فعالياته الحالية، كما طرح تشكيلة واسعة من المنتجات التذكارية. تعتبر سباقات الفورمولا 1 من أهم النشاطات الرياضية الأكثر ربحاً في عالم الرياضة، وأوروبا هي المركز التقليدي لهذا السباق وهي المروجة الأولى له. ورغم ذلك بدأت منذ عام 99 تظهر حلبات في البحرين والصين وماليزيا وتركيا، مما جعل اللعبة أكثر شعبية على مستوى العالمي، وباعتبارها أكثر الرياضات كلفة فإن عوائدها الاقتصادية كبيرة. من المتوقع أن تحصل فيراري على أكبر حصة من جوائز الفورمولا 1 لعام 2017، حيث من المتوقع أن تصل إيرادات الفورمولا 1 في 2017 إلى 1.380 مليار دولار، سيتم توزيعها على الفرق المشاركة والمساهمين. ذكر موقع توتال سبورتيك أن هناك أرباحا ضخمة سيتم توزيعها هذا العام من قبل الشركة الأم للفورمولا 1، كما أن الفورمولا 1 هي واحدة من الأحداث الرياضية الأكثر ربحا في العالم، وقد يصل ربح الفريق المشارك في المسابقة الواحدة إلى 140 مليون دولار، وأرباح المسابقات تزداد عاما بعد عام. يتم توزيع إجمالي الأرباح بين الفرق المشاركة من خلال صندوق أموال الجوائز، ولا يحصل السائقون على أي جوائز مالية لأنهم يمتلكون عقودا مع فرقهم ويتقاضون رواتب كبيرة. وفي العام الماضي حققت شركة الفورمولا 1 ربحا قدره حوالي 1.800 مليار دولار، ذهبت 50% منها إلى الفرق المشاركة و50% إلى الشركة الأم والمساهمين. يتم تقسيم 50% المخصصة للفرق إلى 23.7%، تقسم بالتساوي بين أفضل 10 فرق، و 23.7% وفقا لترتيب الفرق في البطولة، بالإضافة إلى 2.5% تحصل عليها شركة فيراري والتي تمتلك عقدا خاصا مع شركة الفورمولا 1. اتخذت إحدى الشركات التجارية خطوة مميزة بحيث تقوم بتأجير كرات للراغبين في ممارسة اللعبة ممن لا يملكون هذه الكرة البرتقالية، أو حدث تعديل في برنامجهم فلم يصطحبوا الكرة معهم في أحد الأيام. تقوم الفكرة على وضع ماكينات خاصة بالكرات في ملاعب مدينة جيازينغ القريبة من شنغهاي، بحيث يتمكن هواة اللعبة من استئجار الكرات دون عناء اصطحابها من المنزل والاضطرار للعودة بها مجدداً قبل البدء بمشوار آخر. تصل قيمة الإيجار لحوالي 20 سنتاً فقط للساعة الواحدة، وهو رقم يبدو في متناول الكثيرين الذين بات بإمكانهم أن يمارسوا هوايتهم المفضلة في كل الأوقات. يمكنك أن تأتي إلى ملعب كرة السلة من دون إحضار كرة، كل ما تحتاج فعله هو استخدام هاتفك الذكي لتصوير رقم الكود من أجل استعارة كرة من الآلة، والسعر مقبول للغاية. تعتبر كرة السلة من الألعاب المتطورة وذات الشعبية الكبيرة في الصين، ولكن مشروعا كهذا من شأنه أن يسمح بزيادة هذه الشعبية ويوسع انتشار اللعبة بشكل أفقي، بحيث تتمكن كافة الفئات من ممارستها وفي كل الأوقات. سوقنا الرياضي ما زال مفتوحاً وفيه أيضاً القضاء الإسباني يلاحق فالكاو بتهمة التهرب الضريبي، ودمج 3 أندية إماراتية في شباب الأهلي دبي. رفع مانشستر يونايتد الإنجليزي توقعات إيراداته السنوية التي ستبلغ رقماً قياسياً بعد ربع العام المالي الممتد من كانون الثاني يناير إلى آذار مارس، والذي شهد خسائر ناجمة عن التضخم في الأجور. وقال النادي الإنجليزي في بيان إنه يتوقع أن يحقق ربحاً سنوياً بين 185 و 190 مليون جنيه استرليني، بينما كان يعول في شباط فبراير على نحو 170 إلى 180 مليون جنيه استرليني.
ورفع المسؤولون في النادي رقم الأعمال الذي قد يتراوح بين 560 و 570 مليون جنيه استرليني للعام المالي الممتد من الأول من تموز يوليو 2016 إلى 30 من حزيران يونيو 2017، بينما كانت التوقعات الأولية بين 630 و 540 مليون جنيه. تشكل هذه التوقعات رقماً قياسياً بالنسبة إلى مانشستر يونايتد، رغم أنه لم يشارك في دوري أبطال أوروبا واكتفى باللعب في الدوري الأوروبي، حيث سيخوض النهائي ضد أياكس أمستردام الهولندي في 24 من أيار مايو. لكن النفقات قفزت بنسبة مماثلة في نفس الفترة لتصل إلى 130 مليون جنيه، كما هبطت الأرباح التشغيلية للنادي بنسبة الثلث إلى 30 مليوناً، مع عجز صاف وصل إلى 3,800,000 جنيه استرليني مقابل ربح صاف وصل إلى 14 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي. ودع النجم الكولومبي خاميس رودريغيز جماهير سانتياغو برنابيو في مواجهة إشبيليا بالليغا، والتي انتهت بفوز ريال مدريد 4-1. وقبل نصف ساعة من انتهاء المباراة استبدل زيدان خاميس بالبرازيلي كاسيميرو، ليخرج الكولومبي على وقع تصفيق حار من الجماهير في إشارة إلى أنها مباراته الأخيرة في معقل الملكي. كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول رحيل قائد منتخب كولومبيا عن الملكي، وخصوصاً أنه لم يعد عنصراً أساسياً في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان، بعدما كان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السابق. وبعد استبعاده من تشكيلة الريال في مونديال الأندية نهاية العام الماضي، رفض رودريغيز عرضاً من تشيلسي للرحيل عن الريال في الميركاتو الشتوي، بعدما أقنعه زيدان بالبقاء في قلعة برنابيو والعمل على تطوير قدراته والعمل بجهد أكبر. ورغم قبوله نصيحة زيدان بالبقاء، فإن خاميس ظل خارج التشكيلة التي تخوض مباريات مهمة في دوري الأبطال والديربيات، واعتمد زيدان على إسكو وأسينسيو وغيرهم من اللاعبين. وبما أن الرحيل بات أمراً لا مفر منه، فإن الريال حدد قيمة نجمه البالغ 25 عاماً ب83 مليون دولار، في ظل اهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد باللاعب. يبدو أن ريال مدريد لن يوافق على رقم أقل مما دفعه في رودريغيز حينما استقدمه من موناكو بعد مونديال البرازيل 2014. أعلنت النيابة العامة في مدريد ملاحقة الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي قضائياً لاتهامه بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 5,600,000 يورو لحساب الخزينة الإسبانية. وتهرب فالكاو بحسب النيابة العامة من دفع هذا المبلغ عبر إخفاء جزء من إيراداته عامي 2012-2013 عندما كان يحمل ألوان أتلتيكو مدريد الإسباني. وتم الإعلان عن القرار على غرار قرار مماثل بحق البرتغالي فابيو كوينتراو مدافع ريال مدريد، الذي تهرب من دفع 1,300,000 يورو بين 2012 و 2014. واستخدم اللاعبان شركات في ملاذات ضريبية لإخفاء المداخيل المرتبطة بحقوق بيع صورهما. وترتكز النيابة العامة على شكوى تقدمت بها السلطات الضريبية في إسبانيا ضد فالكاو بشأن جرمين ماليين خلال 2012 و 2013 بقيمة 822,000 يورو و4,839,000 يورو. أصبح نادي أتلانتا رابع أندية الدوري الإيطالي التي تمتلك ملاعبها، بعد أن وافقت بلدية مدينته بيرغامو على عرض شراء ملعب أتلتي أزوري الذي تقدم به. وبعد عملية فتح ملفات عروض شراء الملعب، تم الاتفاق على أن يقوم نادي أتلانتا بشراء الملعب الذي يتسع ل 26,500 مشجع مقابل 8,600,000 يورو. تشتمل شروط البيع بنداً يتطلب من أتلانتا على إثره تقديم خطة خلال الأشهر القادمة لتطوير الملعب الذي افتتح عام 28 خلال 6 سنوات من الآن.
وتلعب معظم أندية الدوري الإيطالي في ملاعب تملكها الحكومة، ما يصعب من إمكانية قيام تلك الأندية بتطوير الملاعب وجعلها متواكبة مع العصر والاستفادة من مصادر الدخل المحتملة من خلال إنشاء متاجر أو مطاعم أو متاحف أو إقامة فعاليات أو حفلات تستضيفها الملاعب. وبتوقيع عملية البيع هذه ينضم أتلانتا إلى أندية يوفنتوس وأودينيزي وساسولو ليصبح رابع ناد إيطالي يملك ملعبه، فيما يعمل نادي روما على مشروع بناء ملعبه الجديد بسعة 52 ألف متفرج. أعلنت حكومة دبي عن دمج ثلاثة أندية هي الأهلي والشباب ودبي في كيان واحد تحت مسمى شباب الأهلي دبي، حيث سيخوض النادي الجديد غمار موسم كرة القدم في الإمارات لموسم 2017-2018. تم تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس نادي الأهلي رئيسا للنادي الجديد. عد القرار مفاجئاً، ولسيما أنه جاء بعد 24 ساعة من إجراء الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قرعة موسم 2017-2018، كما أنه دمج ناديين يعدان منافسين تقليديين هما الأهلي والشباب. لكن الكثيرين أكدوا أن الكيان الجديد قوي لعدة أسباب، أبرزها الموارد والإمكانات المادية القوية التي يتمتع بها، إضافة إلى الممتلكات الخاصة بالأندية الثلاثة ووجود قيادة قوية، إلى جانب الموارد البشرية والشعبية الجماهيرية التي تتمتع بها الأندية الثلاثة. يأتي هذا الدمج بعد أسابيع قليلة من قرار دمج ناديي الإخوية والجيش في قطر تحت مسمى نادي أدحيل. أكد اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد السعودي المنتهي إعارته مؤخراً أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو من سيحدد مستقبله، ورفض رئيس الزمالك تخفيض القيمة المالية المحددة للاستغناء عن كهربا بعدما أبدى أكثر من فريق عربي وأوروبي رغبة التعاقد مع اللاعب، مشدداً على تمسكه بالطلبات المالية لإعارة أو بيع كهربا مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً إلى أن تلك القيمة المطلوبة هي التقدير الحقيقي لقيمة اللاعب وناديه. وكان منصور قد أعلن في وقت سابق شروطه المالية للتخلي عن كهربا، وهي الحصول على 5 ملايين دولار للإعارة و15 مليون دولار للبيع، وفي حالة عدم موافقة الأندية أصحاب العروض لضم اللاعب على شروط النادي فسيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق الأول في الزمالك في الموسم المقبل. وكان كهربا عاد لصفوف الزمالك خلال الآونة الأخيرة بعد انتهاء إعارته مع نادي الاتحاد التي استمرت لمدة موسم واحد. نهاية هذه الحلقة من السوق الرياضي، لكم أجمل تحية وإلى اللقاء مجدداً.